بهذا الدعاء. قال الإمام الهادي عليه السلام: يا من تفرد بالربوبية وتوحد بالوحدانية، يا من أضاء باسمه النهار وأشرقت به الأنوار وأظلم بأمره حندس الليل وهطل بغيثه وابل السيل، يا من دعاه المضطرون فأجابهم ولجأ إليه الخائفون فأمنهم وعبده الطائعون فشكرهم وحمده الشاكرون فأثابهم، ما أجل شأنك وأعلى سلطانك وأنفذ أحكامك.